الزواج المبكر او التحرش نعم، او انا بعتذر منك دكتوره ريهام العاصي. هننتقل مشاهدينا الكرام الى جلسه البرلمان الاوروبي حول الازمه الاوكرانيه. بشكرك دكتوره ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنميه الاجتماعيه بجامعه الدول العربيه، شكرا جزيلا. الرسالة من أوروبا رسالة واضحة، نحن سنقف ولن ننظر بعيدا عندما تقوم هذه المعارك في الشوارع تواجه بوتين وماكينتها الحربية. سوف ندعم المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نحاسب فلاديمير بوتين وسنحاسب أيضا لوكاشينكو. نحن نواجه تهديدا وجوديا لأوروبا كما نعرفها، أوروبا التي أعطاها الكثيرون أعطوها الكثير. ولذلك في هذا التاريخ المهم يسرني أن أعلن أن الرئيس زيلنسكي سوف يقوم بإلقاء خطاب، واسمحوا لي أن يكون لي ترحيبا خاصا لسفير أوكرانيا والشعب الأوكرانيون أو الأوكرانيون الموجودين في بيننا اليوم. السيد الرئيس، شكرا لكم لإظهاركم للعالم ماذا يعني أن نقف. شكرا لتذكيرنا بشأن المخاطر، مخاطر الانصياع. كل فعل من أفعال البطولة التي تقوم بها أوكرانيا ملهم لنا. السكان والقوات الأوكرانية تقوم بكل التضحيات لطبعا تأخير وصول دبابات. هناك مدنيون يقفون في وجه قوات روسية وهم غير متسلحون إلا بفخرهم وبكرامتهم. هناك نساء مجبرات على وضع أولادهم أو أطفالهم في أنفاق المترو. لقد برهنوا للعالم أن حياتنا هي يجب أن ندافع عنها، وطبعا ذكرونا بكل ذكروا كل من عاشوا تحت الاحتلال وكل من وقفوا في بيلاروسيا وكل من ينظرون إلينا في مولدوفا وفي جورجيا. الأمر يستحق ذلك، ويستحق ذلك بالنسبة لنا وللجيل القادم ولكل من هم في أوكرانيا ومن حول العالم الذين يؤمنون بأوروبا وبطرقنا ولكل من يريدون أن يعيشوا بحرية. إن استجابتنا الأوروبية كانت مظهرة أو أظهرناها على مر الأيام الماضية. هذا يجب أن يكون
الرسالة أو هذه اللحظة التي نقول فيها سنقوم بكل ما يتطلبه الأمر. لقد شهدنا آلاف اللاجئون الذين فروا من أوكرانيا. لقد طبقنا عدة أو مجموعة من العقوبات غير المسبوقة واستقبلنا اللاجئين وذهبنا أبعد من ذلك، وسنوفر الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا. أعلننا أن النخبة أو الطائرات للنخب الروسية غير مرحب بها في أجوائنا، وطبعا أزلنا روسيا من نظام سويفت، نظام المدفوعات، وقد حذرنا الكرملين من استخدام أدوات البروباغندا والأعمال والرياضات، وكل هذا أخذ موقفا، هذا يأخذ موقفا يبرهن عن أن هذه الأفعال وأفعال من يقوم بالهجوم غير مرحب بها. أوروبا مستعدة للمضي قدما. نحن ندرك وجهة النظر الأوكرانية والأوروبية ونعترف بها، ونحن نرحب بالرئيس بريسيدنت، وطبعا سوف نطبق هذه الإجراءات ونعمل باتجاه تحقيق هدفنا، لأننا سوف ويجب أن نواجه المستقبل معا. الرئيس الأوكراني، نحن نقف إلى جانبكم في حربكم للبقاء في هذه الأوقات القاتمة من مستقبلنا، من تاريخنا. عندما تنظرون إلى هذا البرلمان سوف تجدون فيه دائما حليفا ومجالا للمواجهة المصاعب معا، ودائما سوف تجدون في هذا البرلمان صديقا. البرلمان الأوروبي لديه تاريخ طويل بأنه دائما ما يقف في وجه الأوتوكراتيون والمستبدين، وطبعا سوف أنا أحذر أي ممثل عن هذا الكرمل من الدخول إلى هذا المجال، لأن من يقومون أسياد الحرب ليس لديهم مكان في منزل وبيت الديمقراطية. أيها الأعضاء والحضور الكريم، سوف أنهي بأربع مبادئ مهمة بالنسبة لمستقبلنا. أولا، أوروبا لا يمكنها أن تعتمد على الغاز الكرملي بعد الآن، أو الغاز من الكرملين. يجب أن نعزز جهودنا من أجل تنويع نظم الطاقة التي نعتمد إليها، لأن أوروبا لن تكون تحت سيطرة أو تحت رحمة الأوتوكراتيين. والأمر الثاني، أوروبا لا يمكنها بعد الآن أن ترحب بالسيولة من الكرملين وأن تقول أن هذا أمر طبيعي. بوتين ونخبته ومن يعملون معه لن يتمكنوا، أو لا يجب أن يتمكنوا من استخدام قدرتهم الشرائية ليختبئوا وراء أفعالهم في مدننا وفي مجتمعاتنا أو حتى في صالاتنا الرياضية. يجب أن لا يجدوا مكانا آمنا لهم في أوروبا. ولا يمكننا بعد الآن أن نبيع أجهزة أو جوازات سفر إلى أصدقاء بوتين لمنحهم هذه القدرة على الالتفاف على أمننا. ثالثا، الاستثمار في أمننا يجب أن يكون متناسقا مع سرديتنا، وأوروبا يجب أن يكون لديها أمن حقيقي وواقعي واتحاد للدفاع. لقد برهنا في الأسبوع الماضي أنه من الممكن وأنه أيضا من الضروري أن نحصل على ذلك. ورابعا، يجب أن نحارب الحملة العالمية المضللة التي تقوم بها كرملين. أنا أدعو إلى المجمعات التكنولوجية أن تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، وأن تفهم أن الحيادة أمر غير مقبض، غير ممكن بين من يطلق النار ومن يتلقى النار.
الرئيس ميشيل، الرئيسة فوندرلاين، والرئيس السيد الممثل الأعلى بوريل، شكرا لإظهاركم على هذا التضامن في وجه هذا التهديد. أعلم أننا جميعا كل أعضاء هذا البرلمان يأخذون هذه الرسالة الموحدة إلى أوروبا، إلى دولنا. الرئيس زيلينسكي، شكرا، نحن معا الآن وسوف نكون معا في المستقبل لأننا مع أوكرانيا. تابعنا معكم إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا الجزء من كلمة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وسنستمع الآن لكلمة الرئيس الأوكراني عبر الفيديو كونفرنس. فولوديمير زيلينسكي خلال هذه الجلسة. دعوني بداية أرحب بالجميع، ولا أستطيع أن أقول صباح الخير أو مساء الخير، لأننا لن ننم على مر الأيام الماضية، ولا يسعني. إنه أمر صحيح، لأن كل يوم بالنسبة لبعض الأشخاص هذا اليوم يوم سيء، وبالنسبة لآخرين قد يكون هذا اليوم الأخير. أنا اليوم أتكلم عن مواطنين أوكرانيا الذين يدافعون عن بلادهم ويدفعون ثمنا باهظا للدفاع عن حرياتهم. أنا يسرني جدا أن أرى ما يحدث هنا اليوم، ويسرني أن أسمع ما سمعت، يسرني أن أشعر بهذا التضامن، ويسرني أننا حصلنا اليوم على تضامن وتوحيد كل ووحدة كل دول أوروبا. ولكن لم أكن أدري أن هذا هو الثمن الذي سوف ندفعه لقاء ذلك. إنها مأساة بالنسبة لدولتنا، هذا الثمن باهظ جدا جدا. الآلاف من الأشخاص يقتلون، هناك ثورتان وحرب واحدة، 5 أيام من الغزو الشامل لروسيا. كما تعلمون أنا لا أقرأ رسالة كتبتها على ورق، لأن مرحلة الأوراق في حياة دولتي قد انتهت، والآن نحن نتعامل مع واقع مرير، قتل حياة وإنهاء حياة وإنهاء أرواح. أنا أعتقد أننا اليوم نقدم الحياة من أجل أن نحصل على العدالة والحرية، ونحن نتخلى عن أفضل من لدينا وأقوى من لدينا. أوكرانيا، الأوكرانيون شعب رائع، وغالبا ما نقول إننا سوف ننتصر على الجميع. وأنا يسرني أنكم لستم تتحدثون فقط عن ذلك بالكلمات، بل أنتم ترون ذلك، وبالطبع سوف نتخطى ذلك. وأنا مقتنع، هناك عبارة تقال أو يقولها الأوكرانيون، خيار أوكرانيا لأوروبا، هذا ما نسعى إليه وهذا ما ذهبنا إليه ونتوجه إليه. إذن أود أن أسمع أنكم أنتم أو رسالة، أود أن أسمع رسالة منكم تقولون فيها إن خيار أوكرانيا باختيار أوروبا. في بعض الأحيان نسمع
الصواريخ، وفي هذا الصباح كانت هناك لحظات مأساوية، فإن صاروخي كروز ضربا مدن موجودة على الحدود، وكان هناك عدد من الروسيين هناك، وطبعا تربطنا معهم علاقات ودية. هناك أكثر من 20 جامعة في هذه المدينة، إنها المدينة التي تحتوي على أكبر عدد من الجامعات، وهناك من هم أذكياء، أشخاص يعملون ويدرسون، وكانوا يجتمعون للاحتفاء في أكبر ساحة في بلدنا، هي ساحة الحرية، وهذه الساحة الأكبر في أوروبا، وهذا صحيح، هذا ما نسميه، نطلق عليه ساحة الحرية. يمكنكم تخيل ذلك، صاروخي كروز ضربا ما نسميه ساحة الحرية، ومما أدى إلى قتل العشرات. هذه ساحة الحرية، هذا سعر أو هذا ثمن الحرية. نحن نحارب من أجل أرضنا ومن أجل حريتنا، بالرغم من أن كل المدن تعاني، ما دعوني أقول أو صدقوني أن كل ساحة اليوم مهما كان اسمها سوف نطلق عليها ساحة الحرية في كل مدينة من مدننا وفي دولتنا. لن يكسرنا أحد، نحن أقوياء، نحن أوكرانيون، لدينا رغبة بأن نرى أطفالنا على قيد الحياة. أعتقد أنها رغبة عادلة. في الأمس 16 طفل تم قتلهم، وأكرر مرارا وتكرارا، السيد بوتين يقول إن الأمر يتعلق بعملية عسكرية، وهم يقصفون البنى التحتية، هم يضربون الأطفال. ما نوع هذه الدبابات التي يستخدمونها؟ ما نوع هذه الضربات؟ هم يقصفون أو يطلقون صواريخ الكروز على الأطفال. قتلوا 16 منهم في الأمس. شعبنا متحمس ويحارب من أجل حقوقه ومن أجل حريته، هو مندفع، ونحن نحارب من أجل البقاء، وهذه هذا دافعنا الأكبر، ولكننا نواجه أيضا الرغبة في أن نكون أعضاء متساويين في أوروبا. وأعتقد أن اليوم نحن نظهر للجميع أن هذا ما نحن عليه. أنا الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبنا، وطبعا أوكرانيا لن تكون لوحدها. لقد برهنا عن قوتنا، وقد برهنا أن على الأقل نحن متساوون معكم. إذن برهنوا بأنفسكم عن أنكم فعلا معنا، وأنكم لن تتخلون عنا. برهنوا عن أنكم فعلا أوروبيون، وأن الحياة تنتصر على الموت، والحياة تنتصر على الظلمة. المجد لأوكرانيا. إذن الرئيس طالب مرة أخرى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ومرة أخرى We'll be right back.
الكرام، الكلمة التي ألقاها منذ لحظات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وذلك في كلمة خاصة وجهها لأوروبا تحديدا من خلال جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي. في بدايتها تحدثت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا موجهة الدعم لشعب أوكرانيا ومؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية جميعها لهذه الدولة. زيلنسكي خلال كلمته تحدث عن الوضع الراهن في أوكرانيا وعن مقتل الآلاف خلال 5 أيام من هذا الهجوم أو هذه العملية العسكرية التي شنتها روسيا، وكما قال إنه يعتقد أن أوكرانيا اليوم تقدم الحياة من أجل الحصول على العدالة والحرية، مؤكدا تخطيه لما حدث ومقتنع أن هناك عبارة تقال أن خيار أو اختيار أوكرانيا لأوروبا هذا ما نسعى إليه. عودة مرة أخرى إلى جلسة البرلمان الأوروبي. محاولتهم تغيير النظام في أوروبا والاتحاد الأوروبي الموحد ومحاولتهم تغيير هذا النظام الناجح، نحن حقنا لدينا الحق بأن نكون دولة سيدة تختار مصيرها وتختار مسارها. هذا الحق دمرته دولة لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم المبادئ الدولية وتدمر السيادة وسلامة الأراضي، وكنتيجة ترون اليوم الكثير من القتلى والجرحى. تعلمون أن المعتدي هاجم خاركيف بشكل شامل اليوم، ومدن أخرى تتعرض لهجوم مستمر. أظن أنه في تاريخ أوروبا كانت هناك مفارق طرق، واليوم أوروبا تواجه معتد، ومن المهم أن نرى كيف سيتم مواجهة هذا الاعتداء. حضرة الأعضاء، أعلم أنكم تنظرون في عقوبات اقتصادية ستفرضوها على المعتدي. أود منكم أن تعوا أن أوكرانيا اليوم تدافع عن حدود العالم المتحضر، ولا سمح الله أن تفشل أوكرانيا. إن فشلت أوكرانيا لا نعلم أين سيتوقف هذا العدوان الروسي. عندما كنت في البزة الرسمية وكنا في البرلمان، اليوم نزلت إلى الملجأ 4 مرات لأن المدينة التي أنا موجود فيها تتعرض للقصف ويحاولون كسر عزيمتنا، ولكن هذا لن يحصل. فكروا الآن فيما قد يحصل لأوروبا إذا عادت الإمبريالية الروسية، وإذا لم نتمكن من حماية مجال الحرية الذي بنيناه في السنوات الأخيرة، وإذا أتت الدبابات الروسية إلى الحدود الغربية، إلى أين قد يذهب الكرملين بعد غزوه لأوكرانيا؟ أود أن أدعوكم إلى التفكير بشكل استراتيجي ودعم وحدة الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا وجعلها شريك استراتيجي، ولا تكونوا صامتين. ابذلوا الجهود لإظهار أن أوروبا الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى، لأن هذه اللحظة ليست كغيرها. والدعم
الأفضل للشعب الأوكراني في هذه اللحظات القاتمة سيكون بالقبول بعضويتها في البرلمان الأوروبي، لأن هذه العضوية حتى قبل الغزو الذي بدأ في 24 من فبراير كان يدعمه معظم الأوروبيين، وهذه صلاحيتنا أن يكون لدينا علاقات معكم مع الاتحاد الأوروبي، لأن الأوكرانيين اتخذوا قرارهم وأدعوا جميع الدول الأعضاء وقيادة الاتحاد الأوروبي لدعم طلب أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والآن يدعم ذلك الخيار جميع الأوكرانيين. ووقع الرئيس زيلينسكي الرسالة والطلب للانضمام بموجب البند 49 للاتفاق الأوروبي. حضرة الأصدقاء، هناك عقوبات شاملة ستفرض على المعتدي، وأدعوكم إلى دعم هذه العقوبات. معا يجب أن نؤكد على عبارة تشرشل بأنه ما من شعب صغير أو دولة صغيرة. تعرفون أن أوكرانيا أثبتت أن هذه أكدت أن هذه العبارة صحيحة في الأيام الستة الأخيرة. دعونا نكون على قدر هؤلاء الأشخاص الذين يموتون الآن من أجل الاتحاد الأوروبي ومن أجل أوروبا. دعونا نعي أنه لا يمكن أن إرساء السلام في أوروبا بدون أوكرانيا. لا يمكن أن تكون أوروبا سليمة بدون أوكرانيا، فلتنتصر أوكرانيا. شكرا على حسن إصغائكم. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you for your words, for your courage, and for your commitment. شكرا جزيلا. شكرا على شجاعتك والتزامك بالسلام والديمقراطية. أمنح الكلمة الآن لرئيسة المفوضية لرئيس شارل ميشيل. رئيس البرلمان الأوروبي. حضرة رئيسة البرلمان وحضرة رئيسة المفوضية، حضرة أعضاء البرلمان، حضرة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وحضرة رئيس البرلمان الأوكراني. ما عبرتم عنه وما قلتوه يثقب قلوبنا ويظهر مدى خطورة الوضع. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم.
إذن تتواصل معكم مشاهدينا جلسة البرلمان الأوروبي الاستثنائية، ويتحدث فيها الآن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وقبله استمعنا لكلمة لرئيس البرلمان الأوكراني والتي جدد فيها الطلب الذي تتقدم به أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الموافقة على انضمامها إلى الاتحاد فورا، خاصة أن هناك هجوم مستمر على المدن الأوكرانية، ومن المهم كيفية مجابهة هذا العدوان من خلال الاتحاد. وتحدث عن أنه يعلم أن أوروبا تنتظر تطبيق العقوبات الاقتصادية، أن أوكرانيا تدافع اليوم عن حدود العالم المتحضر، ولو فشلت أوكرانيا لا نعلم إلى أين ستصل الأمور، ولابد لأوكرانيا من حماية مجال الحرية الذي بنته. ودعت الاتحاد الأوروبي للتأكيد على وحدة أوكرانيا وبذل الجهد لإظهار أوروبا موحدة والدعم للشعب الأوكراني من خلال قبول عضويتها في البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيات الحية، بعد قليل نشرة إخبارية.